بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 70. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا شك أن الأموال نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وقد سمى الله المال خيرا في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا، فسمى الله المال خيرا. وقال سبحانه وتعالى في وصف الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. والمراد بالخير هنا المال، فالإنسان يحب المال كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فالمال في حد ذاته نعمة من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فجعل الله الأموال قياما للناس، قياما لمصالحهم ومعايشهم. ونهى سبحانه وتعالى عن إضاعة الأموال، لأنها إضاعة لما هو من قوام حياتهم. قال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء جمع سفيه، وهو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف في المال فيضيعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، قال: إن الله يكره لكم ثلاثا. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المال يجب حفظه، ولا تجوز إضاعته. قال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذه الأموال عهدة من الله، فيها عهدة، وهي كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف في هذا المال،
سبقك إليه من قبلك، وسيخلفك عليه من بعدك. فهذا المال إنما هو متداول بين الناس وبين الأجيال، خلقه الله لمصالح العباد. فالواجب على من رزقه الله مالا أن يحسن استعماله وألا يضيعه، أن يحافظ عليه وينتفع منه في دنياه وفي آخرته. والمال أيضا ابتلاء وامتحان، يبتلي به الله بعض الناس فيكثر ماله ليرى تصرفه فيه، هل هو تصرف المحسن المنتفع به عاجلا وآجلا، أو تصرف المبذر والمفسد. وسيسأل عن هذا يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة، أو لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تسأل عن هذا المال كيف دخل عليك، من أي طريق، من حلال أو من حرام. ثم تسأل أيضا كيف صرفته، كيف تصرفت فيه، هل صرفته في طاعة الله وفيما ينفعك، أو صرفته في معصية الله وفيما يضرك. أنت مسؤول عن هذا المال، وهو فتنة، كما قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ابتلاء وامتحان. فأنت تبتلى بهذا المال، فإذا كان عندك مال فاعلم أنك مبتلى، فأحسن التصرف فيه حتى تسلم من مسؤوليته، وأخرج ما فيه من الحقوق التي أوجبها الله في الأموال. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هو الزكاة. أخرج ما أوجب الله في هذا المال من حقوق لله وحقوق للمخلوقين. حتى تسلم من مسؤوليته يوم القيامة، أخرج ما فيه من حقوق واستعمله فيما أباح الله وفيما تحتاجه مما يغنيك عن الناس. فمن أحسن في المال فإنه يكون قد سلم من مسؤوليته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي هذه الآية التي سمعناها، وهي قول الله جل وعلا:
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا نهي من الله جل وعلا، لا تأكلوا، نهي من الله سبحانه وتعالى. وليس المراد خصوص الأكل، وإنما المراد سائر التصرفات، وإنما ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع. ولا تأكلوا أموالكم، أموالكم أضافها إليكم، أموالكم، وهذا يشمل مال الإنسان الخاص به ويشمل مال غيره، فلا يأكل ماله هو بالباطل ولا يأكل مال غيره بالباطل. يأكل ماله بالباطل بمعنى أنه يتصرف فيه تصرف أهل الفسق الذين ينفقون المال في شهواتهم المحرمة، يستعملونه في المسكرات، المخدرات، في الأسفار إلى بلاد الكفر والإباحية، وينفقونه في أسفارهم في بلاد الكفر لأجل النزهة، يستعملون الخمور، يستعملون الزنا، يستعملون لأنهم أغنياء يقدرون على السفر ويقدرون على الإنفاق في ما يريدون، يسافرون بهذا المال ليفسقوا به وليفسدوا في أرض الله. وأيضا لا يقتصر الأمر عليهم، بل يسافرون بعوائلهم وبنسائهم، فيحصل من هذه الأسفار المحرمة تحصل مفاسد وتبذير للأموال فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ينفق هذه الأموال في الحفلات، في الحفلات المشتملة على المنكرات، في قصور الأفراح، في الاستراحات، ينفقه في الأطعمة الكثيرة المتنوعة التي لا يؤكل منها إلا القليل، وأكثرها يلقى في المزابل وصناديق القمامة. فهذا من الإسراف والتبذير الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ينفقه في السهرات المحرمة المشتملة على المنكرات بين الرجال والنساء، ينفقه في اللهو والطرب، ينفقه في كل ما هو منكر لأنه غني
ويستطيع أنه يجلب المطربين والمغنين لأنه غني، يستطيع أنه يقيم السهرة والحفلات، يستطيع أنه يشتري متطلبات هذه الحفلات بأغلى الأثمان، ويظن إن هذا أنه حر في التصرف في ماله، ما عليه رقابة، ما هو ما عليه رقابة من المخلوقين، لكن عليه رقابة من الخالق سبحانه وتعالى، عليه ملائكة حفظة يكتبون هذه التصرفات وهذه الدراهم التي تنفق، سيسأل عنها يوم القيامة درهما درهما يحاسب عليها. هذا ما يصنعه بماله، ينفقه فيما حرم الله في الداخل والخارج، ويقول هذا مالي أنا حر فيه، لست حرا فيه، هذا مال الله سبحانه وتعالى ابتلاك به واختبرك به، فهو مال الله ابتلاك به وأعطاك إياه، فلم تحسن، لم تحسن في إنفاقه، ولم تقدم منه لنفسك عند الله ما تجده مدخرا. يقول ابن آدم مالي، يقول ابن آدم مالي مالي، وما له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى. مالك من مالك إلا هذه الأمور، ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وأما الباقي فهو لغيرك، عليك حسابه ولغيرك نفعه. ففكر في هذا يا عبد الله، يا من أغناك الله بالمال، تخلص من مسؤولية مالك هذا، وإذا حبست زكاته فاسمع قول الله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا في الذهب والفضة، وما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية. وأما إذا كان المال من المواشي، من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا تخرج زكاتها، فإنه يؤتى بها يوم القيامة أوفر ما تكون، يؤتى بهذه الإبل، يؤتى بهذه البقر، يؤتى بهذه الأغنام يوم القيامة، ما يترك منها شيء، ثم تبطح أنت، تبطح على قاع قرقر، ثم تساق عليك هذه المواشي مقبلة مدبرة، تطأك بأظلافها
وتنهشك بأنيابها. وليس هذا في ساعة أو يوم، هذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة وأنت على هذا الوضع، تردد عليك هذه المواشي مقبلة مدبرة 50,000 سنة حتى يرى سبيلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا جاء في الحديث الصحيح. وفي قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا التطويق بأنه إذا وضع في قبره فإنه يجاء بثعبان عظيم أقرع، رأسه أقرع من كثرة السم، فيأخذ بلهزمتي هذا الميت ويلدغه ويفرغ فيه من السم، يفرغ فيه من السم مما يتألم به أشد الألم، طوق يطوقون به، يطوق بهذا الثعبان، فيلدغه هذا الثعبان في قبره ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، هذا المال الذي أنت فخرت به في هذه الدنيا وحبست حقوق الله جل وعلا فيه. وتذكر قصة قارون الذي أعطاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الجماعة تعجز عن حمل المفاتيح، مفاتيح قارون، لكثرة خزائنه. لما ذكره أهل الخير إذ قال له قومه: لا تفرح، يعني فرح بطر وأشر وكبرياء، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا كان جوابه والعياذ بالله؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني ليس هذا من الله وليس لله فيه فضل علي، وإنما أنا الذي حصلته بخبرتي وبعلمي وقدرتي. فكفر نعمة الله عليه وأضاف هذا المال إلى حوله وقوته وقدرته، قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني وليس لله فضل ولا منه وليس لله حقوق في هذا المال. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله خسف به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. خسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذه عاقبة الطغيان، عاقبة الكبر، وعاقبة كفران النعمة، وعاقبة حبس حقوق الله في الأموال. هذا في مالك أنت، لا تأكل مالك بالباطل، والباطل المراد به الذاهب الذي لا فائدة فيه، مقابل الحق. لا تأكل مالك بالباطل،
من هذه التصرفات الهوجاء الغير متزنة وغير معقولة. تصرف في مالك تصرف المؤمن، المؤمن الذي يعلم أن هذا المال ابتلاء وامتحان فيحاول التخلص من مسؤوليته بأحسن التصرفات، ويشكر الله عز وجل فيما أعطاه، هذا هو السعيد في ماله. قلنا إن قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم يشمل مالك أنت ويشمل مال غيرك، لا تأكل مال غيرك أيضا بالباطل، لا تأكل مال غيرك بالباطل. هل تتمكن من أن تأكل مال غيرك بالباطل؟ نعم تتمكن، تتمكن بالسرقة، بالغصب، بالخيانة، تتمكن من أكل مال غيرك بالربا، تتمكن من أكل مال غيرك بالميسر والقمار. والميسر والقمار قرين الربا، والقمار والميسر معناه المغالبات والمراهنات، المراهنات التي تنفق فيها الأموال الطائلة، يتراهن الاثنان أو أكثر، ومن غلب يأخذ المال، هذا هو القمار وهذا هو الميسر. فالمراهنات لا يجوز أخذ المال عليها، هذا هو الميسر، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فالمراهنة التي يجوز أخذ العوض عليها والمسابقة التي يجوز أخذ العوض عليها هي ما كانت من وسائل الجهاد والتدرب على الجهاد، كركوب الخيل وركوب الإبل والرماية بالأسلحة، تدرب على الرماية بالأسلحة، هذه هي التي يجوز أخذ الجوائز عليها وأخذ السباق عليها لما فيها من المصلحة، وهي التدرب على الجهاد. أما أخذ الجوائز على المسابقات والمراهنات في غير هذه الثلاثة فإنه هو الميسر وهو القمار. ومن ذلك المسابقات التجارية التي يعملها التجار لأجل ترويج بضائعهم وجلب الزبائن إليهم، لا يكتفون بالبيع والشراء وطلب الرزق، وإنما يعملون هذه المسابقات وهذه المقامرات، يجعلون سيارات جوائز، يجعلون مبالغ ملايين، يجعلون، هذا كله هو الميسر والعياذ بالله، وهو الحرام. كذلك لا تأكل مال غيرك بالمكر والخديعة والغش في البيع والشراء والتدليس في السلع والاحتيال على أكل أموال الناس. فليس أخذ أموال الناس مقصورا على السرقة والنهب والغصب، بل أخذها عن طريق العقود، عن طريق العقود المشتملة على الغرر والجهالة والغش والخديعة. لأن بعض الناس يبيع ويشتري
بالخديعة والمكر والغش والتدليس ويعتبر هذا من الحذق في التجارة ويخدع الناس، يغشهم في بيعه وشرائه ويعتبر هذا أنه يعتبره من المهارة في البيع والشراء، وهو الخيانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على بائع طعام، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام، صبرة من الطعام أدخل يده فيها فأدرك في أسفلها بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي أصابه المطر. قال: أفلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا غش، غش لأنه كتم العيب الذي في السلعة وجعله في أسفلها ولم يبده، حتى ولو كان ما هم من عمله من المطر، الواجب عليه بيع الطعام انه مثل انه كله سواء اعلاه واسفل. ما تقولون باللي يبيع الفواكه، يبيع الرطب، يبيع الخضار، ويجعل يجعل الردي في اسفل، يجعل الردي والخربان في اسفل الصناديق واسفل الاوعيه، ويجعل يجعل المنظر الطيب والأنواع الجيدة يجعلها أعلى، فيظن المشتري إن هذا، يظن المشتري إن هذا السطل أو هذا الزنبيل أو هذا الصندوق، يظن إنه كله كذلك مثل أعلاه، أعلاه وأسفله، فيشتري. فإذا وصل البيت وجد أن الجيد منه غطاء فقط، الجيد غطاء فقط، والردي أسفل، أكثر أكثره خربان تعبان ما يصلع، ماذا يصنع؟ ما يصنع إلا أنه يرفع يديه إلى السماء ويدعو على هذا الذي غشه وأكل ماله بالباطل. وحتى لو لم يدعو فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فهذا من أكل المال بالباطل. فمن أراد أن يبيع ويشتري فلا بد أن يكون صادقا في بيعه وشرائه، لا يخدع ولا يخون ولا يغش. قال صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من اتقى الله وبر وصدق. قال صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من اتقى الله وبر وصدق. تذكروا هذا يا عباد الله وأنتم تسمعون هذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمراد بالباطل كل طريق من التعامل غير صحيح، هذا باطل. كذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بأن تبيع سلعا محرمة، تبيع سلعا محرمة وتأكل ثمنها. الذين يبيعون المسكرات، الذين يبيعون المخدرات، الذين يبيعون الصور والمجسمات التي على أشكال حيوانات أو آدميين، الذين يبيعون الدخان، الذين يبيعون القات، الذين يبيعون آلات اللهو والطرب، الذين يبيعون الأشرطة التي فيها الأغاني أو فيها الكلام الباطل والإلحاد، الذين يبيعون الكتب الخبيثة
التي فيها الأفكار الإلحادية التي فيها ما لا يجوز في الدين من الكلام، التي فيها الافتراء على الله وعلى رسوله من الشبهات الباطلة، الذين يبيعون هذه الأشياء يأكلون أموال الناس بالباطل، والدراهم التي يأخذونها حرام، الدراهم التي يأخذونها حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا تبع من السلع إلا ما كان مباحا. أما السلع المحرمة والمواد المحرمة فإن ثمنها حرام وكسبها خبيث، فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تأكل أموال الناس بالباطل بهذه الأشياء وهذه المعاملات الخبيثة. ثم قال سبحانه وتعالى: وتدلوا بها إلى الحكام. المراد بالحكام هنا القضاة، وهذا نهي آخر، هذا نهي آخر: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا نهي. النهي الثاني: وتدلوا بها إلى الحكام، أي ولا تدلوا، فيه تقدير، تقدير لا الناهية، أي ولا تدلوا بها إلى الحكام وهم القضاة. والمراد بذلك أخذ أموال الناس عن طريق الخصومات الفاجرة، وما أكثر الخصومات الباطلة التي يأخذ بها الخصم مال أخيه بالتزوير، بشهادات الزور، بالكذب، ما أكثر هذا. وقد جاء في الحديث: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله والسحر. وعد صلى الله عليه وسلم أنواعا، إلى أن قال: ألا وشهادة الزور. كان متكئا، كان متكئا ثم جلس واعتدل وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت، ليته سكت. لما رأوا التأثر عليه صلى الله عليه وسلم أشفقوا، أشفقوا عليه، وقالوا: ليته سكت حتى يذهب عنه هذا الذي أصابه من التأثر، إشفاقا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يدلي إلى القضاة بحجج باطلة مزورة مزوقة، ويأخذ بها مال أخيه بغير حق. والقاضي لا يعلم الغيب، القاضي يحكم على نحو ما يسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، وإنما أنا بشر، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟
قال وإن كان قضيبا من أراك، عود، عود من شجر الأراك، يغضب الله عليك يوم القيامة إذا أخذته بغير حق بخصومة فاجرة، فكيف بالذي يأخذ الأموال الكثيرة، يأخذ الملايين بالخصومة الفاجرة، يأخذ الأراضي الواسعة بالخصومة الفاجرة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض أو من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. الأرض هل تأخذ هذه ظلم وبخصومة باطلة تجعل يوم القيامة طوقا في عنقك من 7 أراضين؟ يمد عنق الإنسان، يطول عنق الإنسان حتى يتسع ل7 أراضين، نسأل الله العافية، 7 طبقات يحملها يوم القيامة. هل يأخذها في الدنيا وخاصم وخذها وطرد أهلها؟ أتظنون أن الأمر سهل؟ بعض الناس يقول هذا حصلته عند القاضي، هذا أنا فلجت عليه وحصلته، ويظن أن حكم القاضي يعفيه يوم القيامة. لا يا أخي، ما يعفيك حكم القاضي يوم القيامة، تعاد الخصومات يوم القيامة بين يدي أحكم الحاكمين. الخصومات التي جرت في الدنيا وفيها ظلم للناس تعاد يوم القيامة عند أحكم الحاكمين، فينصف المظلومين من الظالمين ويرد الحقوق إلى أهلها، وليس هناك دراهم ولا دنانير ولا أرض يوم القيامة، لكن من الحسنات، يؤخذ من حسناتك وتعطى للمظلومين. فإن فنيت حسناتك ولم ينتهي ما عليك من المظالم يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليك، فتطرح في النار. يا أخوان الأمر ما هو سهل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لأن بعض الناس يقول هذا أنا أخذه من عند القاضي حاكم لي فيه، وهو يعلم أنه كذاب مزور على القاضي وجايب حجج باطلة والقاضي لا يعلم، القاضي يحكم على نحو ما يسمع، وأما الباطن فلا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ويقول هذا حلال، هذا أخذته من القاضي. القاضي لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما يجتهد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو مأجور لأنه بذل ما يستطيع وهو لا يعلم الغيب. وهذه الخصومات لا تنتهي، إن انتهت في الدنيا فهي لا تنتهي يوم القيامة، ستعاد في موقف لا تحسد عليه يوم القيامة، في موقف حرج، مالك حيلة ولا تمكن من التزوير ولا تمكن من لأنك عند علام الغيوب. كذلك من الخصومات الفاجرة ما ذكرناه لكم، من الإنسان قد لا يكون عنده بينة فيطلب منه اليمين، فيطلب منه اليمين. قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قد يكون المدعي محقا ولكن ما معه بينة، ما معه بينة، يكون المدعي على حق يطالب بحقه لكن ما عنده بينة، ما عنده شهود، فيقول القاضي للمدعى عليه احلف، فيحلفه يعلم انه كذاب علشان يخرج بالخصومة وينتهي الحكم له، فيحلف وهو كذاب. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين
هو فيها كاذب لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قال جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يحلف ويتساهل بالحلف علشان يخصم خصمه ويجحد حقه، يكون عنده وديعة ما عليها شهود، يكون عليه دين، يكون عنده قرض ما عليه شهود، فيطلب صاحب الحق حقه وليس عنده بينة، فيطلب من هذا الإنسان المدعى عليه اليمين فيحلف، ويعلم أنه كذاب ويعلم أن خصمه على حق، ويتساهل في هذا الأمر ويظن أن حكم الحاكم يحلل له الحرام وأنها خصومة انتهت، ويتبجح عند الناس يقول: أنا فلجت فلان، أنا خصمت فلان، هذا حصلته من عند القاضي وما أشبه ذلك. نسأل الله العافية. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم في الجنة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أسأل الله العافية. ولهذا قال: وتدلوا بها إلى الحكام، تدلون بالحجج الباطلة والأكاذيب من أجل أن تأكلوا أموال الخصوم وتغرروا بالحاكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، بالكذب، بالزور، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنكم كاذبون، أنكم كاذبون، ولكنكم تريدون الغلبة على الخصم وتريدون المال ولا تنظرون في العواقب. نسأل الله العافية. فهذا فيه النهي عن الخصومات الفاجرة، وأن الإنسان لا يخاصم إلا إذا كان صادقا وكان على حق، وإذا طلبت منه اليمين فلا يحلف إلا إذا كان بارا وصادقا، لا يحلف على الكذب، فيجمع بين جريمتين: الجريمة الأولى الحلف على الكذب، والجريمة الثانية أكل أموال الناس بالباطل، والجريمة الثالثة التغرير بالحاكم وتلبيس الحق عليه. ولا تنسوا دعاء المظلوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا إلى الله، قال له: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله جل وعلا يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مقنعين مهطعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، شاخص أبصارهم من الهول، وأفئدتهم هوى، قلوبهم مرتفعة من الخوف إلى حناجرهم والعياذ بالله، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، أفئدتهم هوى من شدة الخوف. وين يروحون الظلمة في هذا الموقف؟ نسأل الله العافية. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا قسم، وهو الإدلاء إلى الحكام
بالحجج الباطلة والأيمان الكاذبة. وهناك قسم آخر وهم الذين يدفعون الرشوة إلى الحاكم لأجل أن يحكم لهم، وهذا داخل في معنى الآية الكريمة، وذكره المفسرون أن هذا يشمل الرشوة التي تدفع إلى بعض الحكام الذين لا يخافون الله عز وجل، فإذا أعطاه أحد الخصوم رشوة حكم له بالباطل، فهذا الحاكم أخذ الرشوة، وهذا الخصم دفع الرشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فالحاكم الذي يأخذ الرشوة ملعون، والخصم الذي يدفع الرشوة ملعون، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل في قوله وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نسأل الله العافية. ثم قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. جاء في سبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، فقالوا ما بال الهلال يبدو ضعيفا ثم يكبر ثم يتكامل ثم يضعف ويضعف حتى يعود ضعيفا، يسألون لماذا؟ يسألونك عن الأهلة عن حقيقتها. الله جل وعلا قدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فهو يكبر ويصغر بحسب قربه من الشمس وبعده عن الشمس، حتى وجعله منازل 29 منزلة، كل ليلة يكون في منزلة إلى آخر الشهر، ويستسر يعني يختفي في ليلة 29 أو ليلتين إذا كان الشهر تاما ليلة 30، ثم يظهر ضعيفا ويكبر 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 حتى يصير بدرا، ثم يضعف 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 حتى يصير هلالا، ثم يختفي ويستسر في ليلة أو ليلتين. هذا حكمة الله جل وعلا، قدره هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون العذق، عذق النخلة القديم ترونه مقوسا، ترونه مقوسا يابسا ضعيفا، الهلال يصبح مثله في آخر الشهر حتى عاد كالعرجون القديم. هذه حكمة الله جل وعلا. فهؤلاء سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الهلال. الله جل وعلا أجابهم بغير ما سألوا عنه، لأنه ليس لهم مصلحة في معرفة حقيقة الهلال، وإنما المصلحة في الحكمة من الهلال. ما هي؟ لو سألوا عن الحكمة، الله أجاب عن الحكمة فقال قل هي مواقيت للناس، جعل الله هذا القمر منازل لأجل يعرف الناس مواقيتهم، يعرفون الحساب، يعرفون الشهر في أوله في وسطه وفي آخره، ويبنون على ذلك مواعيدهم، ويبنون على ذلك آجال الديون، ويبنون على ذلك عدد النساء المطلقات إذا طلقنا، ويبنون على ذلك مصالحهم. هذه هي الحكمة
جعل الهلال هكذا علشان الناس يعرفون، ويعرفون أيضا دخول الشهر، يعرفون انتهاء الشهر ودخول الشهر. قل هي مواقيت للناس، مواقيت لمعاملاتهم، إذ لولا هذا الهلال وهذا القمر وهذه المنازل ما عرف الناس كيف يؤجلون وكيف يتواعدون وكيف، لا يعرفون إلا بهذا الهلال الذي يراه كل أحد ويعرف كل أحد. إذا نظرت إلى الهلال بدرا عرفت أن الشهر قد انتصف، إذا رأيته ينقص عرفت أن الشهر بدأ ينقص، إذا رأيته يزيد عرفت أن الشهر في أوله، والهلال يزيد كل ليلة تعرف أنك في أول الشهر، إذا تكامل عرفت أنك في وسط الشهر، إذا بدأ يضعف عرفت أنك في آخر الشهر. حكمة من الله سبحانه وتعالى في معاملاتهم، وكذلك في عباداتهم، وكذلك في عباداتهم. ولهذا قال والحج، لأن الحج عبادة من العبادات، والله جعله في شهر، جعله في شهر، شهر الحج. الحج أشهر معلومات، ما هو في شهر، في أشهر، أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. الحج أشهر معلومات، كيف نعرف الأشهر؟ ما نعرفها إلا بالهلال، ما نعرفها إلا بالهلال. وكذلك الصيام، قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن عرفنا الحكمة من الهلال، وكان الذي ينبغي أن يسألوا عن هذا لا أن يسألوا لماذا يكبر الهلال ولماذا يصغر، لأنهم لا فائدة لهم، هذا سؤال فلكي، هذا سؤال فلكي. والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء يعلم الناس الفلك، إنما جاء يعلمهم أمور دينهم وأمور عقيدتهم. أما أمور الفلك فهي سهلة، يعرفها غير الأنبياء، يعرفها الحساب في حسابهم. الأنبياء لا يسألون عن علم الفلك ولا عن علم الحساب، إنما يسألون عن أمور الدين وعن الأحكام الشرعية. قل هو مواقيت للناس في معاملاتهم وفي عباداتهم. والحج، نص على الحج بالذات، وهذا من ذكر العام، ذكر الخاص بعد العام اهتماما به، لأنهم كانوا في الجاهلية يتلاعبون بالحج ويقدمونه ويؤخرونه ويعملون النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، يقدمون الحج أحيانا ويؤخرونه عن وقته. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج في وقت الحج الذي شرعه الله يوم خلق السماوات والأرض في شهر ذي الحجة، وعاد الحج إلى وقته الشرعي الذي جعله الله فيه مواقيت للناس والحج. ثم قال جل وعلا وليس البر، أي ليس البر، المراد بالبر العمل الصالح، العمل الصالح، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. جاء في سبب نزول هذه الآية وتفسيرها أن هناك من الناس من إذا أحرموا بالحج أو العمرة لا يدخلون مع الأبواب تعبدا، يظنون أن هذا من التعبد، ويقولون لا ندخل تحت سقف، ويتسورون الجدران ويدخلون البيوت من الجدران. هذا من التشدد ولا لا؟ هذا من التشدد الذي ما أنزل الله به من سلطان.
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، تتسورون تقولون نحن محرمون ولا ندخل حذر باب وحذر، من قال هذا؟ هل الله أمركم بهذا؟ هذا ليس من البر، ليس من الشرع، ليس من الدين، هذا بدعة لا أصل له. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. أنت محرم ادخل مع الباب، استظل بالسقف، اجلس تحت الظل، لا تخرج عن الظل وعن البيت تقول أنا محرم، هذا ما أمر الله جل وعلا به. النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما في الحج وضربت له خيمة في نمرة ودخل فيها صلى الله عليه وسلم، جلس فيها عليه الصلاة والسلام إلى أن زالت الشمس وهو تحت الخيمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حرج على المحرم أنه يدخل حدر سقف أو يدخل مع باب أو يستظل بشجرة أو يستظل بشمسية يرفعها فوق راسه أو يدخل يركب في سيارة مغمية ويستظل فيها، لا حرج في الدين ولله الحمد، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا فيه رد على كل متكلف، وفيه رد على كل مبتدع في أن الدين ليس هو بالتكلف وليس هو بعمل شيء لم يشرعه الله ولا رسوله، وإنما البر هو اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو البر. وأما ما خالف الكتاب والسنة فهذا هو الإثم وليس من البر. فهذا تعليم من الله جل وعلا لنا في أننا نتقيد بأحكام الله ورسوله ولا نعمل عوائد ما أنزل الله بها من سلطان، أو نقلد الجهلة الذين إذا أحرموا يحرمون أنفسهم من الظل ولا يدخلون من الأبواب ويدخلون من الجدران ويتسورون أو من السطوح